بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، من هو أحن من تكلمه؟ ابنتي؟ لا، أمي؟ هناك من هو أحن عليك من أمك؟ جدتي؟ هناك من هو أحن عليك من هؤلاء جميعا؟ إنه الله يحن على عباده ويرحمهم، رؤوف بهم. لهذا إذا بدأت بالتواصل معه سبحانه فكلمه، فإن قلبك سيشعر بمشاعر ليست كأي مشاعر تحصل عند التواصل مع أي أحد آخر في حياتك. راحة، انشراح صدر. روي عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: الخلوة بمناجاتي، الخلوة بدعائي. ألا تلاحظ أن الناس إذا بدأوا بالدعاء صارت دمعتهم أسهل؟ لماذا؟ لأن حديثك مع الرحمن يختلف عن حديثك مع أي إنسان. هذا إله، لا إله إلا هو، وسع كرسيه السماوات والأرض، هو الذي خلق السعادة، وهو الذي بيده انشراح الصدر. فهل تتوقع أن يجعلك ترتاح عند الحديث مع مخلوق ولا ترتاح إذا كلمت الخالق؟ مستحيل. يقول مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجات الله عز وجل. حتى أن أحد العلماء يقول: والله إني لتحل بي المصيبة فأقضي الوقت بالدعاء، فأصل إلى درجة من حلاوة المناجاة وحلاوة الدعاء والشكوى إلى الله أني أجد لها لذة فيقع في قلبي. يقول يعني: أني أتمنى أن يتأخر الفرج قليلا حتى لا تنقطع عني لذة الدعاء هذه. ولكن انتبه، إذا وقع الابتلاء فإن النجاة تكون بنوع معين من الدعاء يسمى التضرع. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني هيا تضرعوا لكي ننجيكم، الدعاء هو العبادة. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يعني لو تضرعتم لأنجيتكم. قال تعالى: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فانتبه، إذا وقع عليك البلاء ولم تتضرع فأنت في خطر، لابد أن تتضرع. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل لا يغضب عليه. طيب، يعني هل تضرع دعاء مثل أي دعاء؟ التضرع ليس مجرد دعاء، بل فيه معنى زائد، فيه إضافة. التضرع هو الدعاء الذي فيه تذلل شديد، فيه افتقار. مثلا إذا طلبت من شخص أن تستعير سيارته فإنك سوف تطلب منه، لكن طلبك سيكون بشكل عادي، شيء مختلف. لكن لو أن شخصا قتل شخصا فحكموا عليه بالإعدام، وقبل تنفيذ الحكم بساعة قالوا له: لديك فرصة أخيرة أن تطلب السماح من أهل القتيل. بالله عليك، كيف سيطلب منهم؟ مثل ما كان يطلب السيارة: لو سمحت اعفو عني. مستحيل. يطلب طلب الغريق الذي يرجو النجاة، يقول: أرجوكم فكوا رقبتي، اعتقوني، عندي عيال، عندي أحوال. ما الذي تغير؟ هذا طلب المضطر، هذا ليس طلب المستغني. لو سمحت أعطيني سيارتك يا ربي نجنا، الله يسهل. لا، هذا طلب التضرع، طلب فيه تذلل، افتقار، فيه انكسار. أرأيت هذه الكسرة، هذا المستوى من الدعاء، الانكسار، هذا الشعور، أريت هذا الشعور، الافتقار الذي في القلب، هذا يسمى تضرع. هذا الله تعالى يحبه حبا عظيما لدرجة أن الله تعالى يضمن لصاحبه الإجابة حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. سبحان الله، حتى وإن كان الله يعلم أن الذين تضرعوا وقت الأزمات بعدها سيرجعون إلى المعصية وإلى الشرك بعد النجاة، فإنه مع ذلك وقت المشكلة، وقت المصيبة، لا يمتنع سبحانه عن إنقاذه. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبحان الله، كم هو عظيم أمر التضرع. فعلا كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
إن الله تعالى يحب أن تظهر له هذه المشاعر عند دعائك، ليس مجرد دعاء بارد ليس فيه تذلل ولا افتقار، دعاء المستغني، لا والله، بل نظهر لله تبارك وتعالى خضوعا ما نظهره لأحد إلا هو. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.